كنت بضل لابس الأبيض لو كنتوا بتعتبروني لساتني مرته لأنيرود. ومين اللي مو معتبرك هيك؟ أنت يا عمي، أنت لو كنت لسه معتبرني مرته بتقدر تبرر لي ليش خليت ميرا تزين صورته بدل ما تقلي إلي؟ إذا كان عقلك صغير كل هالقد لا عمي، أنا تحملت كل شي عملته، بس الحق عليك، الحق عليك بكل شي صار ورح يصير. لو حطيت اسم زوجي بتقرير الحمل، على أي أساس بتحط اسمه بتقرير حمل هالمرة؟ بس هلأ بدك تاخد قرار، قرر مين بتكون مرته لآني بنظرك. وقتها بتطلب مني أني أرجع ألبس الأبيض وأحزن على ابنك، وقتها بنفذ طلبك. الحكي اللي قلتي لبراجكا معك حق فيه يا بنتي، بس قولي لي ليش عم تبكي يا بنتي؟ أنا بحترمه كتير لعمي بالراج، صدقيني بحترمه مثل ما بحترم أبي. تعرفي إنه بحياتي ما رديت جواب بوشه، بس ما بعرف شو اللي صار لي هلأ، ما قدرت أتحمل وضل ساكتة. أنتي تحملتي كتير يا بنتي، حاسين فيكي. لا ستي، من وقت اللي فاتت ميرا على حياتنا الكل تغيروا بهذا البيت.